السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم ياسر الكيلاني من قناة خليك إيجابي لتعليم اللغة الإنجليزية. بالنسبة لمتابعينا والمشتركين عارفين إحنا متخصصين في إيه بالظبط، بالنسبة للي بيتفرج علينا لأول مرة فإحنا النهاردة هنغير نوعية الفيديو. النهاردة هيكون فيديو ترفيهي وفي نفس الوقت تعليمي. الفيديو هيكون عبارة عن صور فوتو بام. فوتو بام هو كلمة كانت منتشرة، بدأ انتشارها في 2009، وهو إفساد الصورة، يعني هيكون حد في الخلفية مبوظ لك الصورة، تمام؟ الحد ده ممكن يكون بوظها لك بشكل متعمد أو غصب عنه، يعني هو واحد مجرد ان هو ظهر في الصوره، مش ذنبه ان هو مشهور. فتخيل انت بتتصور كده وفجاه طلع واحد مشهور في الخلفيه، لما تيجي تستلم الصوره بتاعتك تلاقي حد كان موجود اهم منك في الصوره، فطبعا كل اللي يبص على الصوره هيهتم بالشخص وهيسيبه منك انت تماما. في ساعات بتحصل احداث اكشنز معينه اثناء التقاط الصوره وبتحدث بالصدفه وممكن ما تتكررش تاني، تمام؟ بتحدث بس اثناء التقاط الصوره. مش عايز احرق عليكم الفيديو، تعالوا نتفرج ونشوف اول صوره معانا. هنا بيقول لك كوين اليزابيث ديسايدنج تو جوين ان اون انستراليان فيلد هوكي بلاير جي دي تايلورز سيلفي، يعني الملكه اليزابيث قررت تطلع في الصوره السيلفي اللي بتاخدها لاعبه الهوكي جي دي هي وصاحبتها. هما بيتصوروا، اتفاجئوا وهما بيتفرجوا على الصوره ان الملكه اليزابيث بذات نفسها ملكه انجلترا هي اللي موجوده في الصوره. فطبعا اي حد هيتفرج على الصوره دي مش هيلتفت لجيدي وصاحبتها اطلاقا، هيبص على الملكه اليزابيث اللي كانت منوره الكاد زي ما انتم شايفين هي واقفه وراهم اهي. الصوره الثانيه الاثنين الشرطيين حبوا ياخدوا سيلفي لنفسهم في هوليود، لكن الحصان قال اتصور معاكم اتصور معاكم، راح طالع معاهم بالشكل ده وبيبتسم احسن منهم. بصراحه ابتسامه الحصان هنا اقوى الف مره من شكلهم هما الاثنين، هما مبلمين في الصوره كده ومسمي لك الصوره هنا هوليود سمايل او ابتسامه هوليود. ده كان عنوان الصوره وكان شكل الصوره بصراحه الخلفيه الباك جراوند احلى من الصوره نفسها. تعال نشوف الصوره الثالثه. هنا الصوره دي بيقول لك كيدن باك جراوند اوف نيوز ريبورت جيتس ستاك ان هيز لايف جاكيت، معنى العنوان ان بيقول لك ان في طفل واقف ورا اثناء ما كان بيعمل، الاخ ده كان بيعمل تقرير اخباري، كان في احد المذيعين بيلتقي معاه على الشط، ففي واحد ورا الجاكيت النجاة بتاعه لزق فمش عارف يطلعه، فالناس كل اللي بيبص على الصورة بيلتفت للشخص اللي ورا ده اللي لازق، فيقول لك جيتس ستاك ان، جيتس ستاك ان يعني يلتصق فيه. دي كلمة اهو اتعلمناها وفي نفس الوقت اتفرجنا على موقف مضحك. تعال نشوف الصورة اللي بعدها يكون شكلها ازاي. الصورة دي بتعلمنا السؤال الذيلي، بيقول لك اتس بيهايند مي ازنت ات، يعني السمكة دي هو اللي صورها كان قاصد يصور السمكة، فهي طالعة في الصورة وكأن السمكة بتتكلم بتقول لك دي ورايا، اتس بيهايند مي انها خلفي، ازنت ات اليس كذلك. ده عارف مين اللي في الصورة؟ بص كده ركز هتلاقي ورا حوض السمك قطة جميلة كده، وقالت انا هطلع معاك في الصورة وخدت الكادر الاكبر من حجم الصورة، في حين ان السمكة اللي مقصود تتصور واخدة حجم صغير جدا من الكادر. اتس بيهايند مي ازنت ات، طبعا لما تيجي تعمل سؤال ذيلي بتعكس الفعل المساعد اللي انت بدأت بيه، فهنا بدأت it is، فبدأنا بالفعل المساعد is وبعدين نفيناه فقلنا isn't وبعدين جبنا الفعل it، يبقى it's لما بعملها سؤال زيلي تبقى isn't it أليس كذلك، و behind ده حرف جر معناه خلف، تمام؟ يبقى احنا كده اتعلمنا هو isn't it السؤال الزيلي وتعلمنا كمان حرف الجر behind. تعال ناخد الصورة اللي بعدها. الصورة اللي معانا دلوقتي بيقول لك ذا اولد ليدي از سلاش فان، يعني الست الكبيرة في السن دي هي واحدة من معجبين المطرب سلاش اللي مرسوم على التيشيرت بتاعها وكاتبة اسمه من تحت. But she doesn't know سلاش از ستاندينج بيهايند هير، يعني لكنها لا تعلم ان سلاش نفسه واقف وراها هنا، فطبعا المطرب الأساسي المشهور هو اللي واقف وراها هو اللي خد منها الكادر. طبعا هنعرف كده ذا اولد ليدي معناها الست كبيره في السن، ذا اولد معناها العجوز، ذا اولد ليدي يعني المراه المسنه، فان معناها معجب، فان معجب. خلاص يبقى احنا كفايه علينا حتى نعرف الكلمتين من الصوره دي، كلمتين علينا في الصوره دي كفايه. ناخد الصوره اللي بعدها. هنا الصوره بعنوان بيست اكسيدنتال فوتو بام ايفر، يعني ده افضل قصف جبهه مصادفه للصوره دي. ايه اللي حصل؟ اتنين جمال جدا زي ما انت شايف ابتسامتهم حلوه خالص، لكن الاخ اللي وراهم ده هو اللي خد منهم الكادر ليه وهو شايل الطبقين، عيل خبط فيه زي ما انت شايف هيوقع منه الطبقين حالا. ومن العنوان ده هنعرف فوتو بام، علشان ده عنوان حلقتنا النهارده، البي اللي في الاخر مش بتتنطق لانها جايه بعد حرف الام في اخر الكلمه، زي في كلمه كوم اللي هي معناها مشت،
وزي كلايم يتسلق. هنا في كل الكلمات دي البي مش بيتنطق لانه جاي بعد حرف الام في اخر الكلمه. Best accidental photo bomb ever. الصورة دي ممكن تكون مقصودة، ما تكونش صدفة يعني، لان البوستر اللي وراها ده يعني معمول عمدا وهي واقفة، ممكن تكون صدفة او لا الله اعلم. لكن واحد بيصور بنته وهي بترقص على رجل واحدة، الدولفين بص زي ما انت شايف كده كأنه هيبلعها، جاية في بقه، والعنوان نو وعمل لك exclamation mark علامة تعجب. تعال نشوف الصورة اللي بعدها ممكن تكون افضل منها بكتير. هنا من افضل الصور اللي انا شفتها، والتعليق لما تعرف معناه بيوضح لك معنى الصوره اكتر. هنا بيقول لك توكا بيكتشر، التقاط صوره اوف امان اندوتا، يعني لرجل وبنته ات ا كوفي شوب، في كافي شوب، تو شو ذيم، بتوضح لهم وات ذي وود لوك لايك ان 10 ييرز، كيف سيبدون بعد 10 سنوات. طب هتعرف ازاي يعني ايه الكلام ده؟ بص على الترابيزه اللي وراهم، هتلاقي ان في نفس الشخص ونفس البنت بس اكبر بعشر سنين تقريبا من كل واحد فيهم. الراجل اكبر من الراجل اللي قبله بعشر سنين، والبنت نفس الكلام. فبيقول لك ان الصوره دي بتوضح لهم شكلهم هيكون ازاي بعد عشر سنين. طبعا دي كانت صدفه مش مترتبه خالص، ان اتنين يقعدوا بنفس البشره وبس بيكونوا اكبر منهم سنا، يعني هما لما يروحوا البيت يتفرجوا على الصوره يقول بص كده شكلنا هو بعد 10 سنين لكن على الترابيزه الثانيه. هنا لوك لايك معناها يبدو، احفظ لي الجمله دي. لوك لايك، لوك عارفينها ينظر، ولايك يحب، لكن لما يجوا ورا بعض كده لوك لايك معناها يبدو. تمام، نشوف الصوره اللي بعدها. هنا بيقول لك ماي سيستر واز تيكن بيكتشرز اوف ماي نيفيو، يعني اختي بتاخد صوره لابنها، نيفيو يعني ابن الاخت، فهي بتاخد صوره للنيفيو يعني لابنها. تمام، ات سكول اند ذا ليتل جاي ان ذا باك لوكس ميزرابل، والولد الصغير اللي في الخلفيه يبدو حالته سيئه او بائسه. يعني تعال بص كده لما نكبر الصوره هتلاحظ ان في واحد في حاله بؤس، يعني زي ما انت شايف اهو نازل على دماغه، هي بتصور ابن اختها فجه في الكادر واحد نزل على دماغه، وطبعا في حالة بائسة جدا، ميزرابل. خلاص هنحفظ كلمة ميزرابل معناها بائس. تمام، ونشوف الصورة اللي بعدها. هنا took a picture with my friends، هو بيتكلم بيقولك أنا باخد صورة مع أصحابي. later يعني مؤخرا، بعدين noticed لاحظت the cops in the background، الشرطة معانا في الخلفية. بص كده الشرطة بيعمل لهم كده، يعني والله الشرطة ظريف جدا، يعني أنا معاكم في الصورة و. تمام، فهنعرف من الكلمة دي كلمة later معناها مؤخرا، noticed الماضي من notice يعني لاحظة، noticed the cops معناها الشرطة، the cops. خلاص ناخد الصورة اللي بعدها. هنا صورة جميلة جدا زي ما انت شايف، واحدة بتاخد صورة لنفسها ولابسة كده sunglasses، نظارة شمس، وفجأة كده ناس معدية أثناء التقاط الصورة، سبحان الله صاحبنا ده مش لابس تيشيرت أو أي حاجة من فوق، والنافورة راحت ضربة كده مرة واحدة، وبالظبط ساعة التقاط الصورة النافورة جاية من تحت عملت له زي دريس كده زي فستان. فبيقول لك هي لوكس ستانينج، يعني يبدو فاتنا، يبدو مذهلا، شكله حلو قوي في الفستان المية ده. تمام، دي كانت صدفة برضه. ستانين هنا معناها فاتن أو مذهل. تمام، وكلمة لوكس معناها يبدو زي ما قلنا من شويه، هي لوكس ستانينج، يبدو فاتن. طبعا هي تريقه يعني على الراجل وهو معدي كده. هنشوف الصوره اللي بعدها. هنا بيقول لك ماي دوتا ثوت ذس واز هير، يعني هي فكرت ان هي نفسها اللي موجوده في الصوره، الصوره اللي ماسكاها دي هي مفكره ان هي نفسها اللي في الصوره، فحضناها كده ومسكاها. لكن بيقول لك بونس ماي سان ان ذا باك جراوند، لكن بالعلاوه ابني اللي في الخلفيه من ورا. بص كده هتلاقي واحد عبيط قاعد يبوس نفسه في المرايه. تمام، فهنا هنعرف كلمه دوتا يعني بنت، ثوت معناها اعتقد، الماضي من ثينك، ثينك ثوت. خلاص يعني كفايه علينا الكلمتين دول، ولو عايز تاخد معاهم كلمه بونس معناها علاوه، بونس علاوه، طبعا الكلمه دي مشهوره جدا في الشركات. خلاص، هنا الاخ تيم دونكن طبعا لاعب كره السله المشهور هو اللي مبوظ الصوره دي وعمل لها فوتو بام ضربها خالص. طبعا الابن ده وهو باباه مغرمين بكره السله زي ما انت شايف، هما الاثنين لابسين لبس كره سله، وبعدين الاب حاطط ايده كده على كتف ابنه، لكن الصوره اللي ورا بتاع تيم دونكن كانه بيبوس ابنه بالظبط كده، كانه بيبوسه في قفاه، فهو اللي بوظ لهم الصوره. عنوان الصوره تيم دونكنز اكسيدنتال فوتو بام، يعني قصف جابها لدونكن للصوره دي، بوظ لهم الصوره تماما مصادفه يعني. هنا بيقول لك كيوت كابل بيكتشر، تمام يعني زي ما انت شايف كابل يعني زوجين، وكيوت يعني لطاف كده. واول ما الراجل حب يلتقط الصوره الكلب راح عامل جامب في توقيت مثالي، قال اصور معاك واصور معاك، وراح طلع بالشكل ده كيوت كابل
الابل بيكتشر يعني الصوره لزوجين لطاف. انا عندي صور كتيره لكن هنختم بالصوره ديت لغايه ما اشوف رد فعلكم، هل انتوا حابين النوعيه دي من الفيديوهات ولا لا. لو حابين نكمل في القصه دي، لو مش حابين خلاص نشوف حاجه تانية. هنا بيقول لك my friend's dog in the background and her son's t-shirt، والتيشيرت بتاع ابنها match perfectly، يعني الاثنين متطابقين تماما. لو خدت بالك هتلاقي الكلب اللي هناك في الشباك رافع بقه لفوق زي الولف، زي الذئب اللي على التيشيرت بتاع الولد ده، الاثنين بالظبط في نفس توقيت التقاط الصوره. فهنا هنتعلم كلمة match perfectly يعني متطابق تماما. أتمنى أن الفيديو يكون عجبكم، نتقابل في فيديوهات تانية جديدة، مستني منكم الدعم. أهو بنتسلى وفي نفس الوقت بنتعلم كلمات جديدة. مع تحيات ياسر الكيلاني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.